اعتذار وزارة التربية والتعليم لهذه الأسباب. قدمت وزارة التربية والتعليم اعتذار لجميع الطلاب والأهالي بتاريخ اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021. بداية حابب أشكر حضراتكم على كم التفاعلات وكم الكومنتس اللي بتبقى موجودة على القناة، وده الحمد لله بيدل على مصداقية القناة ومدى تفاعلكم وتواجدكم داخلها. وأتمنى في البداية إن أنت تدوس لايك، ولما كنتش مشترك تشترك معايا في القناة عشان تتابع كل الأخبار التعليمية. قدمت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021 عدة اعتذارات لجموع الشعب المصري الطلاب والأهالي. الاعتذار الأول كان موجه بخصوص الكتب المدرسية، وهو تأخر الكتب المدرسية في كثير من المدارس على مستوى الجمهورية، تأخر طباعة الكتب المدرسية خاصة كتب الصف الرابع الابتدائي في مادة الماس ومادة الساينس، وكمان كتب الصف الثالث الإعدادي في مادة اللغة الإنجليزية. طبعا ده أثار حفيظة أولياء الأمور، لأن المفروض الوزارة كانت مستعدة من بداية العام الدراسي للموضوع ده. وأتمنى برضو أن أنت تقول لي رأيك في تأخر الكتب الدراسية، خاصة أن هيبقى في امتحانات خلال الشهور دي للصف الرابع الابتدائي. طب هم هيمتحنوا إزاي وما فيش كتب مدرسية؟ وده بخلى الأهالي كمان لجوا للملخصات. السبب الثاني اللي اعتذرت ليه وزارة التربية والتعليم، وهو تأخر وصول التابلت حتى الآن، مع أن الوزارة كانت أبلغت أن هيتم تسليم التابلت في الأسبوع الأول في المدارس، لكن تأخر وصول التابلت برضو ملهوش مبرر، لأن مدارس كتيرة على مستوى الجمهورية ما وصل لهاش التابلت. الاعتذار الثالث اللي قدمته وزارة التربية والتعليم كان بخصوص الوجبات المدرسية، لأن حتى الآن محافظة واحدة بس على مستوى الجمهورية هي محافظة القليوبية اللي تم فيها استلام الوجبات المدرسية، ولسه باقي المدارس ما استلمتش الوجبات المدرسية. فالوزارة قدمت برضو اعتذار بسبب الموضوع ده، لأن كان من المفترض أن يتم التوزيع على مستوى الجمهورية، خاصة أن الوزارة صرفت 8 مليار جنيه على موضوع الوجبات، في حين أن كانوا بيفضلوا بعض أولياء الأمور أن يتم صرف هذا الموضوع على عجز المدرسين اللي موجود في المدارس. أتمنى أن أنت تقول لي رأيك في كل الاعتذارات اللي قدمتها وزارة التربية والتعليم، وهل كان ممكن إحنا نتلافى كل الاعتذارات دي من البداية، من التخطيط من البداية. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ده كل ما كان لدينا اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2021.